السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل تشييع جثمان كادر معلمين مدرسة الإسراء في محافظة بابل بعد حادث أليم تعرضوا ليه أمس. شهدت محافظة بابل فجر اليوم السبت حادث سير مروري مروع راح ضحيته 11 معلم غير الإصابات الآخرين، طبعا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة. الجدير بالذكر أن تم اصطدام السيارتين على الطريق، وكان في أحد السيارات 10 معلمين عائدين من محافظة كربلاء باتجاه ناحية جبلة شمال بابل. الحادث أدى إلى مقتل عائلة سائق السيارة بالكامل والمكونة من السائق وزوجته ووالدتها وبناته الثلاثة، كما أدى الحادث إلى مقتل 7 معلمين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وفي 3 جرحى منهم في المستشفى. طبعا ربنا يرحم اللي توفوا ويغفر ليهم ويجعل مثواهم الجنة وكمان يشفي المصابين. ده كان الخبر بتاعي، لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.